فقط. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليكم السلام. بهمة الله ومولانا شيخنا علي المداح جزاه الله كل خير عن أمة محمد، وأخانا علي وأخانا السيد حمود، قد تممنا زيارتنا إلى السلطان يعقوب، ونسأل القبول من رب العالمين. آمين. ونجعلها في صحاف الأولياء وشيوخنا الكرام. قدس اللهم أسرارهم الشريفة أحيانا وأمواتا. ونسأل الله أن يرفع جميع مريدين الطريق الرفاعية إلى أعلى مقامات مقامات أهل الله من الدرجات والمعرفة والكمال. ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنة أمة محمد وميزان صحيفة الشيخ علي في مجلسه المبارك الذي يقام كل نهار أحد وكل ليلة اثنين، وجزاه الله كل خير. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أعلى شهر يا رب اشتغل يا عباس.